ما كايناش وانت 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 تقولي انا حنا دابا نعاودوا نرجعوا عندها انا وجارتكم ونشوفوا ان شاء الله ان شاء الله. حنا راه شاركنا على في هذه الانتخابات ديال 2021 باش نعم سيدي نديروا التغيير، بغينا التغيير لهذه المدينه، وشاركنا باتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيه، ورانا شادين الدائره 12 حي سيدي عثمان، وكنطالبوا الساكنه ديال سيدي عثمان دعمنا الحي اللي سكننا اللي زدنا فيه وترعرعنا فيه وفيه الناس ديالنا واصدقاء ديالنا، وكنطالبوهم باش يصوتوا على الورده، الرمز الورده على اربعه الكارويات. وشكرا. فاطمة الوردة عاونونا. شكر موصول للساكنة تاع سيدي عثمان على التجاوب الكبير ديالها والمنسوب تاع الوعي ديالها، ناس واعيين، ناس مثقفين، شباب مؤطر، شباب واعي، شباب عنده منسوب كبير تاع الثقة وتاع الوعي بلائحة الشباب. تنشكروا الساكنة تاع سيدي عثمان على التجاوب ديالها وعلى التجاوب تاع النساء ديالها والوعود اللي عطاونا، وحنا على العهد وافون، حنا على كل التعهدات ديالنا والالتزامات ديالنا اللي كنا تنتعهدوها قبل ما هاد الانتخابات وفي اطار الانتخابات غنقوموا بها، وان شاء الله هذه البدايه نتاع التاسيس لمرحله جديده. التغيير هو الاساس، الاشراك نتاع هاد الشباب في العمل السياسي وفي واجب خصنا نقوموا به من اجل التنميه نتاع هذا الحي ونتاع هذه المدينه بصفه عامه. شكر موصول لكل الساكنه نتاع سيدي عثمان للتجاوب ديالها مره اخرى والوعود ديالها بالتجاوب معنا وبالتصويت على رمز الورده، وشكرا لهم، شكرا لهم، ونتمنوا لهم التوفيق. كما انني تنشكر الساكنه نتاع سيدي عثمان للدعم ديالهم نتاع المرشح نتاع احمد مشبال، المرشح نتاع هذه الدائره. الشكر موصول كذلك لكل سكان مدينه زايو، وتندعوهم للتصويت بكثافه على رمز الورده، رمز الامل، رمز المستقبل. بغيناهم يوضعوا الثقه ديالهم فينا من اجل انقاذ هذه المدينه ورفع التهميش على المواطنين تاع هذه المدينه وصون الكرامه ديالهم.